ويعني الآن سأتوجه إلى ضيف الأستاذ طارق عواد خبير في مجال الطاقة والغاز. تحياتي لك سيد طارق. يعني مرة أخرى أنت تتحدث معي بالمناسبة من مدينة عكا، فتحياتي لك. لكن في البداية رأينا يعني المراسلات من إسرائيل الزيرة التي تحدثت عن خطة الجيش الإسرائيلي لضخ مياه في الأنفاق، والتي دعيت بخطة أتلانتس، والآن الجيش الإسرائيلي يعلن أنه ابتدأ وأنها جاهزة للعمل، وتحدثت عن التخوفات من الحياة السكانية بعد 100 عام. ستكون يعني قطاع غزة لن يكون صالح للحياة المعيشية هناك من ناحية التربة، وأيضا يتحدثون عن قضية المختطفين الذين قد يتواجدون هناك. مش اختصاصي أنا المياه، ولكن اختصاصي أنا نفط وغاز وبالنسبة للملاحة البحرية. ولكن على التقرير اللي كان قبل، إذا بدك تسأل على سؤال وين بالمعنى تبعنا، هو بقوانين اللعبة بين حزب الله وصهيونية بتخلص بلحظة ما الصواريخ بتصير تنزل على منصة كريش على حدود رأس النورة ولبنان، هي معناته قوانين اللعبة انكسرت وبطل في قوانين كيف اليوم القوانين موجود فيها. لكن إذا بنيجي على المياه، كيف حضرتك حكيت، إحنا بنحكي اليوم على في مواجهات بحرية بالبحرين، البحر الأبيض والبحر الأبيض المتوسط، وإحنا بنشوف في قلاقل كبيرة بباب المندب، وكل سلاسل الإمداد بالتغييرات الدولية راح تغيرت تماما. خطوط شحن كاملة ألغيت وصارت تعمل الطريق الطويلة، طريق رأس الرجاء الصالح مناطق جبل طارق، وبالتالي أثر الفراشة والتغيير تبعت التوازن الدولي بالشحن البحري تغير تمام. مثال صغير، بكرة عنا إحنا بالبلاد راح يرتفع أول بعد بكرة البنزين والكهرباء نتيجة للقلاقل بسلاسل الإمداد اللي صارت من باب المندب. طبعا كله مي بمي وبحر بحر، ولكن كله معركة شاملة متكاملة للأسف بالمنطقة. يعني في حديثك عن ارتفاع النفط والبنزين في غدا في البلاد، هذا يدل أيضا على سياسات الحرب التي تقوم بها إسرائيل التي تضر بالمرافق الاقتصادية، وهذا من شأنه أن يؤجج أيضا مرة أخرى الشارع الإسرائيلي الغاضب أكثر على هذه الحرب. نعم، حاليا احنا موجودين بدوام كبير كمان بالبلاد من ناحيه توازنات السعر، من ناحيه الاسعار الكليه، من ناحيه مدخلات الانتاج، وهذا اهم شيء بيكون مداخل مدخلات الانتاج. احنا اللي بنشوف انه بلحظه ما صارت الساحات كلها مشتعل مع بعض، بطل التوازن الداخلي اللي كان بالدوله باسرائيل متماسك ولازم يندفع كثير. بلحظه ما كان، اذا بتتذكر قبل بسنه كان في دعم للوقود بالبلاد، بطلت الدوله عشان انفاقات على الحرب. بعد في إمكانية الدولة تدعم لتر البنزين والكهرباء، وبالتالي صار ارتفاع وصار التسعير الآلي كيف كان قبل. وهنا احنا بنشوف انه تأثيرات حرب غزة بطلت على غزة كمان بالبر اللي صارت بالبحر، واحنا شايفين مع انه دولة اسرائيل فيها احتياطات غاز كبيرة، هذا ما عم بترجم بشكل او باخر للمواطنين وراحة المواطنين الى غلاء المعيشة اكثر واكثر. واحنا بنشوف اكثر واكثر عمليا التوازنات الداخلية بالاقتصاد بالدولة خربت نوعا ما، ومش ضابطة مع الوزير سموتريتش انه يدير اقتصاده بشكل صحي وآمن كمان المواطنين والطبقة الوسطى بالبلاد عندنا. يعني مرة أخرى يعني في حديثك أيضا عن كل ما يخص بهجمات الحوثيين وتداعياتها على الأسواق العالمية، ومن جهة أخرى الرئيس بايدن يقول اليوم أنه سيرد على مقتل 3 جنود في الأردن، ولكنه لا يرغب بتأجيج حرب إقليمية. هل هذه لها علاقة بالحرب الاقتصادية؟ و سؤال جميل جدا. ما في شك أنه أي كلام على قصة الحروبات أو الضربات اللي بترفع سعر البرميل، نقطة التوازن ببرميل البرنت اللي كان قبل أسبوع فقط كان بحوالي 78، اليوم نحكي على $83، توقعات يوصل $90 لحد آخر الشهر، لأنه هي العقود عقود آجلة مش اليوم بس حاليا. اليوم في نقص بالناقلات، لأنه إذا كان الخط يأخذ 20 يوم عم بأخذ اليوم 40 يوم، اليوم كل ناقلة بتزيد اليوم التكلفة الزيادة تبعتها عبر قناة السويس زادت $100,000 الكلفة التشغيلية اليومية تبعتها. طبعا نقدرش نحكي إحنا باب المندب غير بقناة السويس، قناة السويس نزل المرور فيها والشحن الكبير، نحكي على السائب يعني الحبوب النفط الغاز المسال أوروبا، نزل 50% حركة مرور الشاحنات بس عشان نسبة والتناسب. الشحن الدولي اليوم 80% هو من خلال البحار و40% من الشرق للغرب وبمروا من قناة السويس وباب المندب، وهذا إشي ما مش مسبوق نوعا ما. وإذا مندور على أنا مصطلح بقول دائما سايكس بيكول بحار، لما صار في خلل بالتوازن نزلت الدول الكبيرة على باب المندب، أمريكا بريطانيا تحمي المصالح تبعتها، وعمليا إحنا في عنا نوع من انتداب معين على البحار
اللي مش ماخذ الوزن تبع برايي أنا المتواضع، لكن أنا إحنا في انتداب للبحار عمليا القوى الكبيرة اللي جاي تعمل المصالح تبعتها وتحميها، ولكن مش بنجاح كبير. واللي حكى الرئيس بايدن ما بيشجع على ثبات الأسعار بالأسواق الدولية على الأقل بالطاقة، ولكن مصائب قوم عند قوم فوائد، وبالتالي السعودية أو منظمة أوبك راح تربح من هاي التذبذبات الأسعار من ناحية ارتفاع السعر بالمستوى القريب واللي بعيد على الأقل كمان 4 أشهر لقدام. يعني سمحت لي أيضا في هذا السؤال، في مصر يعني يعولون كثيرا على منطقة البحر الأحمر ودخول السفن التجارية، ونتحدث عن مليارات الدولارات التي تدخل إلى مصر، حتى هذه اللحظات هي متوقفة بسبب التحديث الحوثي. إذا استمرت هذه التهديدات، هل ممكن أن تؤثر أيضا على الاقتصاد ودخول مصر أيضا في خضم هذه المعركة؟ عمليا مصر مدخول تبعها من قناة السويس حوالي 10 مليار دولار، وأنا حسب رأيي ده مبلغ متواضع لدولة زي مصر 110 مليون. ولكن بلحظة ما الشركات الكبيرة، أو دائما بالعالم في ثبات معين من الأربعة الكبار اللي هن شركات الشحن الدولية، كان ميرسك ولا أبجلويد أو كوسكو، ولكن بلحظة ما الحاجز النفسي انكسر نوعا ما أو صار الخط بيكون إنه هو خلص أطول وهأمن، لأنه بالآخر هنا في إدارة مخاطر. لما الدول بتدير مخاطر أو الشركات الكبيرة اللي هي مؤتمنة على أسهمها وتجيب عائد للأسهم تبعتها بالربح، بلحظة ما الخط تبع رأس الرجاء الصالح مضيق جبل طارق اشتغل عمليا، ما بيكون في حاجة لكمان مرة يرجع لقناة السويس، لأنه رتب حاله ووازن حاله وسعر حاله بالمخاطر هاي كلياتها. وهذا للأسف عندنا بالمنطقة مش عم نشوف إحنا ثبات معين بهذا الموضوع، ولا حدا كان متوقع بعد الحرب 17 أن تمتد لهاي الساحات كلياتها وتتأثر على التجارة الدولية. لكن زي أنا حسب رأيي نعم سيد طارق، سمحت لي يعني أنت حددت نقطة مهمة، لا أحد يكون يتوقع من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة أن تتوقف التجارة الدولية وأن يكون هناك يعني ضربة في المرافق الاقتصادية، والحديث يدور عن عام 2024 كله سيكون حرب وستستمر هذه الحرب. هل العالم أو المنطقة جاهزة لضربة كبيرة وسنة كاملة أخرى؟ سؤال جميل جدا. خذ مثال صغير، احنا ما كناش نعرف انه مصر في عندها ازمه طاقه غير لما اسرائيل فعلت السهم الذهبي تبعها بمنصه تمار وليفيتان، انه اسرائيل بتعطي حوالي 20% من الطاقه تبعت مصر عن طريق شركه دولفينوس المصريه. ولكن بلحظه ما اسرائيل شغلت السهم الذهبي بعدم ضخ الغاز نتيجه الحرب 17، صار في تقنين للكهرباء واستهلاك الكهرباء بمصر من معدل 2 لـ 4، وشركات الكبيره زي البتروكيماويات او المحولات، وبالتالي منشوف كمان حتى اللي هو إشي صغير اللي هو أبار، دول كبيرة زي مصر تأثرت من إمدادات الطاقة من إسرائيل. ولكن الإمدادات هي عم بتشوف اليوم بالأسواق الأوروبية عم تتغير الموضوع من ناحية المخزون، لأنه مش عم بوصل الغاز المسال بشكل طبيعي. اليوم المخزونات الغاز الأوروبية بديت تنزل شوي شوي، مع أنه إحنا بأول الشتاء، ولكن في ظاهر موجات برد قارس جاي على أوروبا، وهذا بيخلي إنه العقود الآجلة إسكان البنزين وإسكان الغاز وإسكان النفط عم بتذبذبوا. أحسن مثال لهذا الموضوع هو شاشة الأسعار اللي بنشوفها إحنا خلال أسبوعين ارتفعت بشكل جنوني بمعدل من 7 لـ 8%، وهذا إشي مش مسبوق، رح نشوف تذبذبات أكثر وأكثر نعم. في المنطقة نتيجة حتى إشي صغير زي باب المندب. سيد طارق عواد خبير في مجال الطاقة والغاز، شكرا لك على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا.